تدخل مشاورات السويد يومها الخامس دون إحراز أي تقدم ملموس في حلحلة الملفات اليمنية الشائكة، في ظل ترجيح مصادر أممية بعقد جولة جديدة في الأشهر المقبلة، وهو ما يعطي مؤشرات سلبية على فشل متوقع للمحادثات الحالية التي بدأت الخميس الماضي. المجتمع الدولي وفق مسؤول أممي يضغط بقوة لدفع وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي باتجاه الخروج بنتائج عملية مرتبطة بالحديدة وتعز ومطار صنعاء، فضلاً عن ملف الأسرى والمعتقلين، وهو الملف الأكثر تعقيداً في مسار إجراءات بناء الثقة، لا سيما وأن الأنباء الواردة من داخل غرف المشاورات تشير إلى تصلب ميليشيا الحوثي التي وضعت اشتراطات تعرقل من إطلاق المعتقلين. ملف الأسرى والمعتقلين ليس وحده من يشكل نقطة خلاف بين الحكومة والميليشيا، فالحديدة ما زالت مسألة شائكة، حيث تصر الحكومة على رؤية متكاملة تكون فيها عدن مقراً سيادياً يتبعه مطار صنعاء والمطارات الأخرى كمطارات داخلية. نقاط الخلاف هذه وفق المؤشرات الحالية قد تؤجل إلى مشاورات قادمة ربما تحتضنها دولة الكويت، لكن الشيء الأقرب للمؤكد أن المفاوضات السياسية ما زالت صعبة المنال، في ظل تأكيدات دبلوماسية أوروبية بأن تحقيق إجراءات بناء الثقة قد يأخذ على الأقل 6 أشهر. يبقى السؤال القديم الجديد، ماذا عن المرجعيات الثلاث المعلنة للحل؟ الحكومة من جهتها لا تزال متمسكة بها، وهو ما تم تأكيده نظرياً على الأقل من قبل سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على أن القرار الأممي 2216 لا يزال يمثل خارطة طريق للمشاورات.